من أشد رجال الأبراج تحفظا وعندا، وكثيرا ما يجرح الأنثى التي يتعامل معها أو المرتبط بها بلسانه دون قصد ولا يعترف. الكلام أكيد عن رجل برج الثور الترابي. يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، احلى عيله واقرب ناس لقلبي، برحب بيكم كده سريعا، وبقول برضو للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يا ريت يشترك، وكمان تابعوني على الانستجرام، الروابط دي كلها متثبته في اول تعليق ووصف الفيديو، ودوسوا لايك. احنا بنكمل سلسله رجال الابراج، كل يوم بناخد رجل يعني من رجال الابراج، بنتكلم عن كل اسراره وازاي تتعاملي معاه، وكمان اكتر الناس توافقا معاه واقلها يعني توافقا معاه، ما بنسيبش حاجة يعني، بناخد صفاته من الالف للياء في العاطفة وغير العاطفة كمان يعني. دوسوا لايك رجاء عشان حلقتنا توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. هو رجل برج الثور يؤخذ عليه الكثير في العلاقة العاطفية، منها انه قليل التعبير عن مشاعره او قليل حتى التعبير او النقاش بشكل عام. يعني الانثى عامة لما بتحب او بالاحرى لما بترتبط مش عايزة يا رجل الثور منك الصمت المهيب اللي في اغلب فترات حياتك بيبقى مسيطر عليك ده، او في اغلب تعاملك معاه، لا هي عايزة زي ما احنا بنقول كده تاخد وتدي معاها، تفتح الحوار وتفتح المجال وتكلمها عن نفسك اكتر وتسمع منها، ومهما تشكيلك ما تزهقش ما تملش، ما تحسسهاش دايما كده ان انت في وادي وهي في وادي، وان انت صامت مع نفسك وعايز تبقى مع نفسك. الكلام ده ممكن يقتل الانثى اللي انت مرتبط بيها، بالذات لو كانت بتحبك او متعلقة بيك، لانها عايزة ان هي تقرب منك خطوات مش خطوة واحدة اكتر من كده. المشكلة ان انت لا تفطن لمثل هذه النقاط السلبية اللي ممكن تتحكم او تتسبب في فشل العلاقة على المدى الطويل، لا لازم تعدل شوية من الفلسفة دي. من مشاكله ان هو اذا اقتنع بحاجة او شاف من وجهة نظره ان هي صح فلا داعي ان احنا ننظر في وجهات النظر الاخرى يعني. يعني ما دام انا شايف ان الحاجة دي صح مش مهم رأيك، طب يا عم اسمعني، لا مش مهم نسمع، طيب شوف يمكن انا اقول حاجة تكون غايبة عنك، ما عندوش بقى هو حتة ان يسمع. هو عملي يعني، برج يقدر المادة، يقدر الفلوس المصاري يعني، يقدرها قوي ويحب يصرف القرش في محله، مقارنة مثلا برجال الأبراج الهوائية على سبيل المثال، زي مثلا رجل برج الميزان والدلو تحديدا، هو اقل منهم في حاجة زي كده، مش مبعزقاتي قوي يعني، يصرف الحاجة في محلها، ومن الرجال اللي تمتع نفسها يعني، هو مش اناني على نفسه شوية لو مقارنة بما حوله او بما يتعامل معهم يعني. يعني ممكن الانثى اللي مرتبطة بيه ولاده صحابه يحس ان هو ايده مش فرطة، مش كريم قوي معاهم، بس ممكن مقارنة بده على نفسه اكثر كرما شوية. مشكلته انه لا يعترف باخطائه، من الرجال اللي تقول لك إيه انا مش غلطان، انت اللي وصلتني لكده، انا هعمل هو كده يعني. عارفين الرجل اللي يقول للانثى هو كده واذا كان عاجبك، رجل برج الثور مشكلته في كده، ومشكلته ان هو عنيد لدرجة يعني إيه صعب ان هي تطاق، إيه سواء بيتعامل مع انثى او رجل بيكون الصفة دي صعبة قوي على نفسيتهم ان هما يتقبلوها. عنيد عند شديد شديد جدا، واحيانا بيكون عنيد في الغلط، ودي مشكلة برضو. من الحاجات الكويسة في برج الثور ان هو مقارنة برجال الابراج الاخرى يعد من اكثرها اخلاصا في العلاقة العاطفية، طبعا لكل قاعدة استثناءات، وفي منهم بيلعب بديل وفي منهم بيخون، ولكن احنا بنتكلم على اكتر من 90% من مواليد البرج ده، وبنتكلم اكتر مقارنة برجال الابراج التانية، يعني يعد اكثر اخلاصا والتزاما بوعده شوية مع الحبيبة وتحفظا. هو متحفظ يعني، عارفين الرجل الشرقي، عارفين الرجل الشرقي هو ينطبق حرفيا على رجل برج الثور، ما تحسش انه اوبن مايند يعني. عامة رجل برج الثور تحس انه متحفظ، بيغير قوي،
متحفظ قوي، ممكن يجرحك لو شافك لابسه لبس ما فيهوش حاجه، والدنيا كلها تقول لك ان اللبس ده ما فيهوش حاجه، بس من وجهه نظره هو شايفه ان هو في حاجه. هو رجل برج الثور متعب في الحاجات دي، يعني ممكن يقول لك ايه اللي انت لابسه ده، وبشكل قاسي ممكن يقول كلام قاسي، انت ما بتفهميش، انت كلام من ده. يعني رجل برج الثور يؤخذ عليه ان هو ما بيديش لنفسه فرصه انه ينقي الكلام. يعني رجال الابراج الهوائيه لما هنتكلم عنهم وهنصطدم برجل برج الجوزاء بكره، من الحلو فيهم ان هم بيمشوا مبدا الكلام بيتنقى، بيعرفوا ينقوا الكلام. رجل برج الثور بقى بتغيب عنه الحته دي، عشان كده كلامه بيوجع زي ما قلنا في المقدمه، يجرح. يعني لو خدت ان هو مرتبط بانثى زي السرطان البسكوته او انثى برج الحوت، يعني ممكن يقتلها وهو مش واخد باله. من مش هتلاقيه بيشتكي قوي، يعني رجل برج الثور مش من الرجاله ايش اللي بتشتكي على عمال وعلى البطال، يعني يشتكي زي ما احنا بنقول كده في الشديد القوي، صعب ان هو يشتكي صراحة. هو يعتمد عليه ويتحمل المسؤولية، ودي من الايجابيات اللي فيه، يعني يشيل دوره كرجل على اكمل وجه وينفذه على اكمل وجه. رجل برج الثور عامة الحتة دي في العمل تلاقيه صبور، في الدراسة تلاقيه صبور على فكرة، وعنده طموح، هو من الرجال اللي عندها طموح، وسقف طموحها بيكون عالي، وصبورة بس في حاجات معينة، في العمل، في الحصول على المادة، على الأموال، تلاقيه ممكن نفسه طويل. يؤخذ عليه في العلاقة العاطفية ان هو مش رومانسي قوي، او مثلا زي ما احنا قلنا ما بيعبرش عن مشاعره بطريقة فيها مفاجأة. يعني رجل برج الثور مش الاناث عامة كلها بدرجات بتحب المفاجآت، بس بدرجات. يعني رجل برج الثور ما عندوش الصنعة دي، ما عندوش الملكة دي ان هو يفاجئ الانثى بحاجة بتحبها، تلاقيه كبر دماغه، تلاقيه يقول لك ده حاجات صغيرة، في حاجات اهم، في حاجات صغيرة بالنسبة لك بس بالنسبة للانثى ممكن تخليها في قمة السعادة، فحاول ان انت تبص لها شوية. يعني من المشاكل القاسية كمان عند رجل برج الثور ان هو ما يحبش الانثى اللي مرتبط بيها تتفوق عليه في اي حاجة، هي المشكلة في كده. لو لقاها في شخصيتها اقوى يحاول ان هو يقلل منها، لو لقاها ان هي في عملها هتعديه يحاول ان هو يفقدها ثقتها في نفسها، هو عايز يكون نمرة واحد. طيب في بعض الازواج او الرجال عامة، يعني ممكن الانثى بتاعته او اللي هو مرتبط بيها تكون مقربة مكانتها، يعني الاجتماعية والمادية والثقافية حتى قريبة منه، ما يضايقوش، بالعكس ده يبقى الشرف له ويقول لك احنا بنكمل بعض. في بعض الرجال بقى منهم برج الثور ما يحبش كده، يقول لك لا. ورجل برج الثور من اكتر الرجال اللي ما تحبش ان مراته تشتغل او اللي هو مرتبط بيها تشتغل وتجيب دخل. يعني صحيح لكل قاعدة استثناءات، ولكن هو مقارنة برجال الابراج التانية هتلاقي الحتة دي واضحة، حتى لو معبرش من داخله تلاقيه متضايق مش مبسوط، يعني يحب يبقى هو اللي بيصرف وهو كل حاجة الفلوس بتطلع من جيبه، هو الاول والاخير كده، يعني يحب يكون هو المصدر الرئيسي والاساسي في كل حاجة. عشان كده لو انت انثى بتشتغل او ناوية تشتغل حاول ان انت ما تحسسهوش بالفرق ده قوي، بدل ما يصمم، وهو لو صمم على حاجة ولا بالطبل البلد ان انت ما انتش شغالة. يعني احنا مش بنقول صفاته بس وخلاص كده، احنا بنقول عشان اللي مرتبطة بيه اكيد تعرف ازاي وساعتها ان هي تنجح وتفهم دماغ الرجل ده، لان دماغه معقدة خلي بالكم وصعب. لذلك بقى تجد رجل برج الثور من اكثر الاناث اللي تتوافق معاه، يعني هو المشكلة في العند بس انثى برج الجدي الترابي، هي عملية زي وتقدر المادة زيه وتحب القرش في محله ومتحفظة زيه، وهو ما يعجبوش الحال المايل وهي ما يعجبهاش الحال المايل، إنها مشكلتهم في العند وعدم التنازل. المشكلة إن الأنثى اللي مرتبطة برجل برج الثور، يعني نصيحة ما تحاولش تعاند، وحاولي يعني تهوي الحبل زي ما احنا بنقول، لأنه رجل من الرجال التي لا تتنازل، أو صعب حرفيا إن هي تتنازل. انثى برج الجدي يمشوا مع بعض حلو قوي،
وهو عميق وهي عميقة، وهي قوية الشخصية وهو برضو شخصيته مش ضعيفة، وينجذبوا جدا في البداية. ممكن يبقى يعني حب عنتر وعبلة في البداية ما بين البرجين دول، ولكن بعد كده لو أنثى برج الجدي المرأة الحديدية، المرأة الحديدية دي ما يعني لينتش الموضوع شوية معاه، ممكن يحصل بينهم مشاكل كبيرة. ما عدا ذلك تلاقي الدنيا حلوة قوي بينهم، والاتنين منبهرين ببعض كده إنجاز التعبير. الإناث بقى اللي تلاقي رجل برج الثور ما يعمروش مع بعض، زعيمة العصابة، أنثى برج الأسد الناري، هو ممكن يعجبه كاريزمتها. فعلى فكرة برضو نسيت أقول حاجة، رجل برج الثور من الرجال اللي ما تحبش الأنثى اللي لما بتلبس أو تتزين تبقى مبهرجة أوي، نصيحة يعني، كل ما كنت سيمبل وكل ما كنت بسيطة في لبسك وما فيش اكسسوارات كتير وتطريز وحاجات من دي، انا يعني ما بفهمش في لبس الاناث قوي عامة، بس انتوا فاهمين انا قصدي ايه، كل ما تنالي اعجابه اكتر وتاخدي عينه اكتر. على فكرة نصيحة مهمة قوي ليكي، والاكل بقى لو انت شاطرة في عمل البيت، يعني عندنا مثل بالمصري عمل الاكل البيتي، عندنا مثل مصري يقول لك أقرب طريق لقلب الرجل معدته، المثل ده حرفيا ينطبق على رجل برج الثور. كل ما تكوني شاطرة في المطبخ كل ما هتأثري قلبه وعقله. الراجل ده بيحب الأكل، راجل أكول زي ما احنا بنقول، يعني راجل بيحب يأكل الأكلة بمزاج ويتمتع وياخد وقته وهو بياكل. فنصيحة هترتبط بحد برج الثور، اتعلمي شوفي هو بيحب ايه، وهو غالبا يعني ما شاء الله هتلاقيه بيحب كل الاكل، بس اكيد في اكل هيكون مفضل عنده شوية عن غيره. شوفي الاكل ده بقى وحاولي ان انت تشتغلي، ده نقطة ضعف كبيرة قوي. انا كان بيجيني اسئلة ازاي اسيطر واوصل لقلب رجل برج الثور، صدقيني اعملي اللي بقولك عليه ده وشوفي انت النتائج بنفسك. عامة انثى برج الاسد ما يتفقوش مع بعض، ممكن بالبداية يعجبوا قوة شخصيتها بس بعد يقول لك ايه وجع الدماغ ده، يحس ان هي انثى قوية، وهي قوية فعلا، هو مش احساس غلط يعني، صعب عليه قيادتها، يخنقها تحفظه الزائد ولسانه الصليط وانتقاده الدائم وصمته المشيب، ما يعجبهاش، هي اللي تبدأ تتمرد عليه وتحاول كمان ان هي تنهي العلاقة. عامة احنا في حلقة النهاردة انا ما بحبش اطول، يعني اعتقد ان احنا تطرقنا لمعلومات كتير او تفيد اي حد بيتعامل مع رجل برج الثور والانثى تحديدا. يا ريت رجاء تدوسوا لايك، اللايك بيوصلها لاكبر قدر من اصدقائنا اللي بيكونوا محتاجين، واحيانا في ناس ما بتقدرش ان هي تشوف كل الحلقات او بيروح عليها الاشعار في زحمة الحياة شوية او مع الانشغال، اللايك بيوصل الحلقة ليهم عاجلا ام اجلا. فياريت تدوسوا لايك وتابعوني يا ريت على الانستجرام، واشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك محمد ابو زيد، وهتوحشوني. وعندنا حلقة الليلة، الانطباع الاول اللي ياخده كل رجل عن انثى كل برج، هتبقى حلقة ممتعة اوي يعني بعد العشاء على 8 او 9 كده. مع السلامة.